للمزيد حول الحركة عبر معبر رفح وتوافد طائرات مساعدات الإغاثة الدولية عبر مطار العريش الدولي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العريش كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك كريم، ولك متابعة في هذا السياق، تفضل. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل ما زلنا نتابع دخول هذه الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين، إما عن طريق مطار العريش الدولي الذي وصل إليه حتى الآن أكثر من 293 طائرة محملة بالمساعدات المختلفة، منها الجسر الجوي الخاص بالسعودية والجسر الجوي الخاص بالكويت والأردن والعراق، و29 دولة شاركوا في هذه المساعدات. نتحدث عن آلاف الأطنان تخطت 15,000 طنا بشكل عام من المساعدات التي وصلت إلى معبر رفح المصري، عبر جزء كبير منها بالفعل إلى الأشقاء في فلسطين. أما إذا ذهبنا مباشرة إلى بوابة معبر رفح المصرية التي دخل من خلالها اليوم 180 شاحنة محملة بالمساعدات المختلفة، واليوم الأول الذي يتم تشغيل فيه عدد 2 من المعابر الأخريات في الجانب الآخر مثل معبر كرم أبو سالم، وهو المخصص في الأساس للبضائع، ليستقبل يعني تقريبا 80 شاحنة ليتم تفتيشهم قبل الدخول إلى الأشقاء في فلسطين، و100 شاحنة أخريات ضمن يعني الوفد او الدفعه التي ذهبت الى معبر العوجة. نتحدث عن 108 شاحنه دخل منهم بالفعل 50 شاحنه الى الجانب الفلسطيني تحديدا في قطاع غزه. بالاضافه لذلك ايضا تم تجهيز شاحنات للوقود من السولار وايضا الغاز الطبيعي في محاوله لادخالهم اليوم ضمن الدفعات المختلفه التي تدخل عبر بوابه معبر رفح المصريه. بالاضافه لذلك ايضا خروج عدد 17 مصابة من الأشقاء في فلسطين ليتلقوا العلاج هنا في المستشفيات المصرية، بالإضافة لخروج أكثر من 300 من مزدوجي الجنسية خرجوا اليوم عبر بوابة معبر رفح المصرية. لذلك كل الجهود المصرية المختلفة ما زالت متكاتفة من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين، إما عن طريق الشاحنات الإغاثية أو حتى خروج مزدوجي الجنسية أو حتى خروج المصابين من الأشقاء في فلسطين. نعم كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية، لك جزيل الشكر.